بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محاضرتنا لهذا الأسبوع راح نتناول بها كم موضوع، اللي هو الكارير دريفت وديفيوجن كارنت والتيار المصاب داخل السيمي كوندكتر يتألف من كم جزء، من الدريفت كارنت والديفيوجن كارنت واللي هو نتيجة الهولز ونتيجة الإلكترونز، راح نتناولهم ناخذ عليهم مثال، وكذلك نتناول الكارير لايف تايم ومصطلح الهول افكت. نبدي بالنسبة للكارير دريفت. يقول أنا إلكتريك فيلد أبلاي تو سيمي كوندكتر ويل برودوس أ فورس أون إلكترونز أند هولز سو ذات ذي ويل إكسبيرينس a net acceleration and net movement. يقول كل ما نسلط جهد كهربائي electrical field، نسلط جهد كهربائي على مادة السيمي كوندكتر، بذاك الوقت احنا دنسوي force، دنسلط force، اكو فد قوة راح تتولد produce a force، وين تتولد؟ على الالكترونات والهولات. So that they will experience a net acceleration. الالكترونات والهولات لما وضعنا مجال كهربائي على مادة السيمي كوندكتر وتولدت عليهم قوة، هذه القوة شنو راح تسوي؟ راح تسوي لنا نت اكسلريشن، راح تسوي لنا تعجيل بحركتهم ونت موفمنت. حركة كلمة نت هاي يعني الكلية، فتعطيني acceleration مجموع acceleration على مجموع movement راح تتولد على الالكترونات والهولات. provided they are available energy states in the conduction and the balance bands. طبعا هذه الحركة ده يقول تتولد تسوي لي net acceleration و net movement على الالكترونات والهولات اللي موجودة طبعا حسب الانيرجي level، سواء كانت بالconduction band او بالبالانس band. زين، النت موفمنت هذه الحركة اللي راح تجيني من الشارجات اللي هي يقول due to an electric field، نتيجة لهذا المجال الكهربائي المسلط، ماذا تسمى؟ تسمى بالدريفت، اللي هي الانجراف. هذا الكارير دريفت هاي انجراف الشحنات أو انجراف ناقلات الشحنة، راح يجيني عن طريق تسليط electrical field على مادة سيمي كوندكتر، تولدت فورس على الكاريرز اللي هم الالكترونز والهولز. The net drift or of charge gives rise to a drip current. طبعا سوري هذه مو دريب، هذا اكو فد يعني خطا املائي، هاي ايضا دريفت، ف اف تي هذه مو بي، هاي هذا البي هو عباره عن اف تي. فنتيجة حركة الشحنات احنا بعد ما سلطنا عليهم قوة وصارت اكو حركة بالشحنات راح ينطيني تيار، هذا التيار اللي راح يتولد يسمى بالدريفت كارنت، التيار المتولد يسمى بالدريفت كارنت. فبس هنا اكو تصحيح املائي لهذه الكلمة، هذه الكلمة مو دريب وانما دريفت كارنت. ديفيوجن، الديفيوجن كارنت شنو يعني؟ يقول الديفيوجن كارنت بعض الاحيان لما تشوب مادة السيمي كوندكتر ما تشوب بنفس الكثافة كل المكانات بمادة السيمي كوندكتر، يعني كأنما تشوب بمكان الكثافة مالته او الكونسنتريشن مالته اعلى وبمكان الكونسنتريشن مالته اقل. يقول فتنجرف فراح يصير عندنا ديفيوجن، راح يصير عندنا توزيع لهذه الشارجات لهذه الكاريرز سوري من المكان الاعلى كونسنتريشن الى المكان الاقل كونسنتريشن. كلمة كونسنتريشن يعني تركيز. يقول the process by which charge the carriers سواء الالكترونات او الهولات in a semiconductor moves تتحرك from a region of higher concentration من منطقة أعلى concentration to a region of lower concentration، تتحرك من منطقة أعلى concentration إلى أقل concentration، هذا أسميه diffusion. بينما الدريفت سميناه درفت شوكت لما إحنا سلطنا مجال كهربائي، فبالتالي تحركت هذه الشحنات تولدت عليهم قوة جعلتهم يتحركون، هذا أسميه درفت. بينما diffusion إنه أنا عندي سيمي كوندكتر وما مسوي لتشويب بنفس بشكل uniform بشكل منتظم، فراح تنتقل التراكيز من المكان الأعلى إلى المكان الأقل. يقول the region in which more number of electrons is present is called higher concentration region. المنطقة اللي بها عدد أعلى من الإلكترونات متواجد is present يعني متواجد، راح تسمى بالhigher concentration region.
بالمقابل الريجن in which less number of electrons is present اللي بيها عدد أقل من الإلكترونات موجود راح تسمى lower concentration region، راح تسمى المنطقة ذات التراكيز الأقل. يقول لك كم تبروديوس ثرو تو ذا موشن اوف تشارج كاريرز، بحركه نواقل الشحنه، هذا اللي درفت الديفيوجن كارنت ما راح يجيني، من حركه نواقل الشحنه فروم الهاير كونسنتريشن تو لور كونسنتريشن ريجن، راح تجيني من حركه نواقل الشحنه من المنطقه الاعلى تركيزا الى المنطقه الاقل تركيزا، فهذا يسمى بالديفيوجن كارنت. هسه هنا ناقشنا مصطلح الديفيوجن، بعدين ناقشنا مصطلح الديفيوجن كارنت. يقول الديفيوجن بروسيس occurs in semiconductor that is non-uniformly doped. أنواع السيميكوندكتر اللي ما راح تشوب بشكل منتظم راح يصير عندنا تيار يسمى بديفيوجن كارنت. هسه يا ترى هذه نون يونيفورملي دوبت ان هو امر اعتباطا، يعني ما من صنعوها ما صنعوها تمام؟ الجواب لا، بعض الاحيان تصنع مادة السيمي كوندكتر على اساس انه منطقة تكون اعلى تركيزا من منطقة اخرى. راح ناخذ ان شاء الله بانواع الترانزستور البايبولار جانكشن ترانزستور البي جي تي، نلاحظ انه اكو منطقة من الترانزستور يشوبها بنسبة اعلى، هو بالتصميم يردون يشوبوها بنسبة اعلى لاجل ان تنطيني السلوك اللي دا يبحثون عنه. يقول consider n type semiconductor that is non-uniformly doped. راح نفرض انه عندنا مادة n type non uniformly doped ما مشوبة بشكل منتظم. يقول due to the non uniformly doping more number of electrons is present at the left side، راح يصير عندنا هواي الكترونات موجودة على left side. لا لاحظوا هاي مادة n type، الكترونات هواي متكدسة بال left side، وبالمقابل يقول less number of electrons is present at the right side، وعدد قليل من الالكترونات موجود بالجهة الميمنة. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا diffusion process، راح يصير عندنا تيار منساب يسمى بالديفيوجن كارنت، فبالتالي ذول الالكترونات اللي تراكزهم اعلى راح ينتشرون الى ان تصبح المادة كلها موزعة بشكل uniform concentration of electrons، راح توزع الكثافات كثافة الالكترونات بشكل منتظم على طول المادة، فبالتالي راح يصير عندنا عملية diffusion، أو بمعنى آخر راح ينساب عندنا تيار اللي هو تيار diffusion current. يقول the electrons present at the left side of the semiconductor material will move to the right side، راح يتحرك من left للright. ليش؟ لأنه left أعلى concentration والright الأقل concentration، to reach the uniform concentration of electrons حتى يتوصلون إلى التراكيز المنتظمة لتوزيع الإلكترونات داخل المادة. يقول thus the semiconductor material achieve equal concentration of electrons، بالتالي راح تتحقق انه عندها equal concentration من الالكترونات. الالكترونز that move from left side to right side will constitute current، الالكترونات اللي راح تتحرك من left الى right راح تنطيني او تشارك بنسبة current، هذا التيار يسمى بالdiffusion current. ال P-type semiconductor الديفيوجن راح يكون بالهولز، فبالتالي التيار اللي راح ينبعث راح ينبعث تيار بتأثير حركة الهولات. فإذا النت التيار الكلي راح ينساب داخل المادة، راح يجيني جزء من التيار من الدريفت مالت الكرنت، وجزء من الدريفت مالت وجزء من الديفيوجن مالت الالكترونز، وجزء من الدريفت مالت الالكترونز، وبالبي تايب راح يكون عندي جزء من الدريفت مالت الهولز وجزء من الديفيوجن مالت الهولز. هذه بالنسبه لاختلاف المواد. Both the drift and the diffusion current occurs in semiconductor devices. كل من الديفيوجن والدريفت راح يحدث بالسيميكوندكتور ديفايسز. الديفيوجن كارنت يقول occurs without any external voltage or electrical field applied. هاي حلوة إنه الديفيوجن إحنا حاليا هو كأنما توزيع التراكيز بنسب متساوية، ما راح يجيني نتيجة لتسليط external voltage or electrical field على المادة، لا هو already diffusion راح يحدث بدون تدخل فولتية أو مجال كهربائي على المادة.
فيقول الديفيوجن كارنت داز نوت اكور ان ا كوندكتر. خلي ببالك ماكو ديفيوجن يصير بالكوندكترات، الديفيوجن يصير بالسيمي كوندكترات، يعني خاص بالسيمي كوندكترات. الدايركشن اوف ذا ديفيوجن كارنت از سيم or opposite to that of the drift current. بعض الأحيان diffusion current يكون نفس اتجاه the drift current، وبعض الأحيان يكون مخالف إليه. طبعاً من خلال القوانين راح تعرفون بمادة ال N type راح يكونون بنفس الاتجاه، وبمادة ال P type راح يكونون باتجاهين مخالفين. راح نأخذهم من خلال القوانين. التيار اللي شحنة مالته موجبة أعرف إذا تيار آخر شحنة مالته سالبة، يعني كلا واحد راح يكون معاكس إلى اتجاه الآخر. من خلال الاتجاه، من خلال شحنة السوري الإشارة للحد، حد التيار أو قيمة التيار، راح أقدر أعرفهم أنهم بنفس الاتجاه ومخالفين. فراح نشوفهم أنهم بالN type يكونون بنفس الاتجاه وبالP type يكونون مخالفين. نتعرف عليهم إن شاء الله بالقوانين بعد في نفس هذه المنزلة. The diffusion current density is directly proportional to the concentration gradient. طبعاً هذا تعريف القانون، هذا هو القانون. ال diffusion current density، هذا diffusion current density يتناسب طردياً ويا ما ويا concentration gradient، ويا تدرج concentration اللي موجود بالمادة. تدرج concentration يصير عالي، إذن هذا التيار راح يكون أعلى. تدرج concentration يكون ها أقل، التيار مالته راح يكون أقل. فإذا عندنا تراكيز الديفيوجن كارنت دنسيتي راح يتناسب طرديا ويا الكونسنتريشن جراديانت. طبعا هذا بالنسبه لل اذا كان عندي ان تايب واذا كان عندي بي تايب، كلاهما نفس الترتيب، اثنيناتهم دا يتناسبون طرديا. بس هنا الكونسنتريشن مالت الان بالنسبه للمسافه بالنسبه للاكس، هنا الكونسنتريشن مالت البي بالنسبه للمسافه الاكس، اللي هو تغير التراكيز بالنسبة إلى وحدة طول معين من السيمي كوندكتر، بينما هنا تغير التراكيز بال إذا كان عندي بي تايب، أيضا تغير تراكيز البي أو الهولات بالنسبة لوحدة طول اللي هي الأكس. أما هذا فهو الكارنت دينسيتي بالنسبة للأن، وهذا هو الكارنت دينسيتي بالنسبة للبي. هذا المصطلح إذا طبعا اللي جي اللي هي المشتقة عادة تعني التغير، فمن نريد أن نوصف التغير معين بشكل قوانين رياضيات يوصف بشكل مشتقة. يعني نقول إحنا مشتق تغير التراكيز بالنسبة إلى تغير وحدة الطول، فهذه بمعنى آخر معنى من معاني المشتقة. فتلاحظون أن نكتبها بشكل dN to dx. بعد ناخذ هنا بالنسبه لهنا وصلنا بالشرح، يقول concentration gradient is the difference. هسه concentration gradient شنو هو؟ difference in concentration of the electrons of the holes، الاختلاف بالتراكيز الالكترونات او الهولات in a given area، في وحده المساحه. اختلاف تراكيز الالكترونات او الهولات في وحده المساحه راح ينطيني ما يسمى بالconcentration gradient، تدرج التراكيز الهولات والالكترونات. يقول if the concentration gradient is high then the diffusion current is high، هو بما يتناسب طرديا وياها. فاذا كانت dn to dx او dp to dx عاليه، فjn او jx راح يكون عالي، وبالمقابل إذا كانت قليلة فقط عن الجيات أو الكارنت دينسيتي راح يكون قليل. هنا أنا معرفت لكم الديفيوجن كارنت دينسيتي بالنسبة للإلكترونز وبالنسبة للهولز، والجراديانت بالنسبة دي بي تو دي إكس عرفناها بالباراجراف ما قبل القوانين. الديفيوجن كارنت دينسيتي، هسا نريد ناخذ الديفيوجن كارنت دنسيتي بشكل قانوني. يعني احنا عاده هذه العلامه بالرياضيات اذا نريد نرفعها، علامه التناسب يتناسب طرديا مع او يتناسب عكسيا مع، حين رفعها لازم نعوضها بكونستانت، لازم حتى نسويها معادله تساوي لازم يخلون كونستانت عوضا عنها. فالكونستانت اللي راح تشغل هذا التناسب الطردي عندنا راح يكون شحنة الالكترون في الدنسيتي في الديفيوجن كوفيشينت اللي هو تناسب اللي هي ثوابت الديفيوجن.
ثوابت الديفيوجن. فعندنا بالنسبة للكرنت دنسيتي كثافة التيار بالنسبة للهولات هو عبارة عن شحنة الإلكترون، عبارة عن الـ هذا الثابت اللي هو الكوفيشنت، اكو فد كونستانت ثابت يعطى بالنسبة للديفيوجن للإلكترون، وهذا عرفناه اللي هو الكونسنتريشن جريدينت بالنسبة للإلكترونات. إذن صار عندنا شحنة الإلكترون في الدي إن اللي هي فد كوفيشنت يخص الديفيوجن بالإلكترونز، راح يكون معطى بالسؤال. طبعا هسه كمعنى حرفيا بالنسبة للديفيوجن ولا للدريفت ممكن هما يعني ناخذون نفس المعنى نفس المنحة، بس أنا بقيت أثناء الشرح ده أقول كلمة ديفيوجن وكلمة دريفت، لأنه الديفيوجن هو اختلاف التيار المنساب نتيجة اختلاف التراكيز، بينما الدريفت هو التيار المنساب نتيجة لحركة نواقل الشحنة اللي بتأثير تسليط مجال كهربائي على المادة. فبالتالي أكو اختلاف ما بين الاثنين. بينما كترجمة حرفية بالنسبة للغة العربية ممكن تلاحظهم فياتهم نفس المعنى. احنا اللي يهمنا القوانين، لانه كلمه ديفيوجن راح تنطيه قانون او يعنى بها مفهوم فيزيائي مختلف عن المفهوم اللي راح يعنى بكلمه درفت. فهي بالنسبه للديفيوجن بالنسبه للالكترونز، بالنسبه للهولز راح يكون بشحنه سالبه. فتلاحظون من قلنا بالنسبه لي راح يكون الدريفت مع الديفيوجن، اثناء الهول سوري اثناء البي تايب راح يكون احدهما معاكس الى الاخر. عندنا ايضا شحنه الالكترون في الكوفيشنت بالنسبه للهولز، بالنسبه للديفيوجن بالهولز في اختلاف الكونسنتريشن للهولز مقارنه مع وحده المسافه او وحده الطول. يقول the total current density due to electrons is the sum of drift and diffusion current. زين هسه لما نريد نحسب كثافه التيار الكليه اللي جايتني داخل ماده ان تايب، يقول خلي بعين الاعتبار الكثافه اللي راح تجيني من اختلاف التراكيز اللي هو ديفيوجن، واللي راح تجيني من الدريفت من الانجراف اللي هو الدريفت كارنت. فتلاحظون بالنسبه لماده ان تايب، هاي الماده ان تايب عندنا هذا الدريفت كارنت واللي احنا سابقا متعرفين عليه اللي هو اي ان ميو اي كابيتال، اللي هو هذا نتيجه لتسليط فرق جهد كهربائي، بينما الديفيوجن لا بلا تسليط فرق جهد، هو عبارة عن E دي ان اللي هو الكوفيشنت هذا الثابت في دي ان تو دي اكس. اما بالنسبة للبي اثنيناتهم هنا بنفس الاتجاه، اثنيناتهم اشاراتهم موجبة، اذا اثنيناتهم بنفس الاتجاه. اما هنا الاشارة موجبة بسالبة فراح يكون احدهما معاكس الى اتجاه الاخر، هنا اي بي ميو بي تو في اي ناقص شحنة الالكترون في الدي بي و دي بي تو دي اكس. هذه بالنسبة للدريفت والديفيوشن بالنسبة لمادة الان تايب وبالنسبة لمادة البي تايب. زين يا ترى الكرنت دنسيتي التوتالز اللي راح يجيني من جمع الالكترونات والهولات بداخل مادة السيمي كوندكتر، لان احنا نعرف انه مادة السيمي كوندكتر يفترض ان ما يكون بيها بس هولز او بس الكترونز، مفروض بها الاثنين. بس عادة من يغلب تركيز وحدة اللي هي مثلا بالان تايب، التيار المنساب سواء دريفت او ديفيوجن راح يجيني من الهولات راح يكون غير يعني غير محسوس، فبالتالي يعتمدون بس التيار اللي يجيني من الالكترونز. بس اذا نجي للقانون بشكل دقيق، فالتيار كثافة التيار التوتال المنساب اللي هو الجي عبارة عن حاصل جمع الجي ان زائد الجي بي اللي تعرفنا عليهم بالقوانين السابقة. راح ناخذ قانون يقول الديفيوجن كارنت دنسيتي راح نحسبها. فيقول مادة ان تايب غاليوم ارسنايد سيمي كوندكتر التمبرتشر مالتها 300 كلفن، ذا الكترون كونسنتريشن فاريز، الالكترون كونسنتريشن كثافة الالكترونات راح ينطيني اياها. ليش؟ لان انا دا اشتغل على مادة ان تايب فراح يغض لي النظر عن الهولات واللي راح يجيني من الهولات. يقول كثافة التيار الإلكترونات راح تكون من 1 × 10^18 إلى 7 × 10^14 التغير مالتها بالسنتيمتر المكعب over a distance. طبعاً أنا دا أقول بالسنتيمتر المكعب فما دا أقول سنتيمتر السالب 3، وكلمة بالسنتيمتر المكعب يعني أقصد 1 على السنتيمتر المكعب.
over a distance على مسافه راح تكون عباره عن 0.1 سنتيمتر. يقول calculate the diffusion current density، هسه اريد فقط الديفيوجن كارنت من الالكترونات، مطيني الديفيوجن كوفيشنت للالكترونز اللي هو الدي ان عباره عن 225 سنتيمتر مربع بال فهذه الاس اللي هي سكند للتايم. طبعا حبيت ابين لكم انه هناك قوانين لحساب الكوفيشنت يعني الدي اي والدي ان، اكو قوانين راح نحسب من عند هذول الكوفيشنت، احنا ما راح ندخل بتفاصيلهم اللي هي طبعا حاصل ضرب ميو كي الثابت بولتزمان في التمبرتشر على الالكتريكال تشارج لشحنة الالكترونات. فبالتالي درجة الحرارة لها علاقة وثيقة بالكوفيشينت، يعني انه هذه هذه الثوابت راح تتعلق بدرجة الحرارة، فمن اريد احسبهم بالنسبة للالكترونات او اريد احسبهم بالنسبة للهولات راح تعتمد على درجة الحرارة. فهذا ايضا تفسير انه سبب ذكر درجة الحرارة بالنسبة للسؤال، بس احنا انطانا اياه ثابت الدي ان اللي هو عبارة عن 225، فنجي نحسب الديفيوجن كارنت دنسيتي تعويض مباشر، بس حبيت نخلي القانون حتى نبين كيف راح نحسب الدي ان تو دي اكس، كيف راح نحسبها يعني بالسؤال كيف راح نعوضها. ننزل شحنه الالكترون، ننزل الدي ان اللي هو معطى، بينما الدي ان تو دي اكس ترى تقريبا راح تكون هي عباره عن الدلتا، تقريبا المشتقه هي نفسها التغير. راح تاخذون ان شاء الله والمفروض اخذته بالرياضيات القانون التعريف المشتقة باستخدام التعريف، انه انا اريد اجد مشتقة معينة فباستخدام قانون تعريف معين مفروض تعرفتوا عليه نقدر نجد اي مشتقة لأي function. فهذا القانون بي دلتا اذا تتذكرون اخذتوا المفروض بالرياضيات بي دلتا، بس الدلتا مو بهذه البساطه، فهو ماخذنا اياها بشكل تقريبي انه يا ترى المشتقه هي عباره عن التغير، فتقريبا هي نفس التغير، فالتغير بوحده المسافه عندنا وحده المسافه 0.1 سنتيمتر خلاها بالمقام، التغير راح ناخذ التركيز الاعلى ناقص التركيز الاقل راح ينطيني نسبه التغير، أضربه في الكوفيشينت أضربه في شحنة الإلكترونات راح أحصل على الكونسنتريشن مات الديفيوجن كارنت دنسيتي اللي هو كثافة التيار المنساب نتيجة للديفيوجن بحركة الإلكترونات بداخل مادة الأنتايب اللي هي سميناها هنا أنتايب غاليوم أرسنايد. راح ناخذ مصطلح جديد، احنا طبعا بهذه المحاضره راح تتعرفون على كذا مصطلح اللي هو الدريفت كارنت، الديفيوجن كارنت، الكارنت الكلي، الكارير لايف تايم، الهول افكت. الكارير لايف تايم والهول افكت راح ناخذ عليهم نبذه فقط من دون قوانين، من دون يعني مسائل، فقط اريد المفهوم يعني ناخذ المفهوم وندركه بغض النظر عن التطبيق مالته. اما بالنسبه للديفيوجن كارنت والدريفت كارنت لا، راح ناخذه بتطبيقه بقوانينه بمسائله. اما الكارير لايف تايم اذا احتاجيناهم بالمسائل حتى نفهم مصطلح الكارير لايف تايم، شنو معنات مصطلح الكارير لايف تايم؟ فبدايه راح يعرفونا المصطلح. يقول definition in semiconductor physics، الفيزياء الأشباه الموصلات، فيزياء أشباه الموصلات، هذه المادة تخص أشباه الموصلات الكارير لايف تايم. يقول الكارير لايف تايم is defined، خلينا نشوف تعريفها، as of average time، الوقت معدل الوقت it takes for a minority carrier to recombine. الماينوريتي كارير ايش قد راح تاخذ وقت حتى شلون نقول تضمحل، قد راح تاخذ وقت حتى تضمحل حتى بعد ما يبقى لها تاثير، هذا يسمى بالكارير لايف تايم. يقول the process through which this is done is typically known as minority carrier recombination. العملية اللي راح يتم بها الضمحلال ذولا الماينوريتي كاريرز راح يسمى بالماينوريتي كارير ريكومبينيشن. كلمة ريكومبينيشن اذا هذه بمعنى اضمحلال هذول الكارير اللي هي الماينوريتي الشحنات الثانوية وليست الشحنات الأساسية داخل مادة السيمي كوندكتر تسمى بالكارير لايف تايم. زين خلينا نشوف هنا نوت. يقول بالسوليد ستيت فيزيكس، بالفيزياء السوليد ستيت اللي هي
هي الفيزياء الصلبة. يقول الكارير جنريشن and الكارير كومبينيشن are the process by which mobile charge carrier electrons and electron holes are created and eliminated. هذا التعريف أيضا لطيف، يقول إنه إحنا نخلي ببالنا الجنريشن مات والكارير ريكومبينيشن، كارير جنريشن توليد الكارير والكارير ريكومبينيشن واضمحلالهم are the process by which هي العملية اللي راح يكون خلالها موبايل تشارج كارير النواقل الشحن المتحركة اللي كانت سواء الكترونات او الكترونات هولات are created and eliminated اللي راح تتولد بها وراح تضمحل بها، تسمى هذه العملية ب بالكارير لايف تايم او بمعنى الكارير جنريشن او الكارير ريكومبينيشن. هذا هنا تفسير فقط الكارير جنريشن والكارير ريكومبينيشن، اخاف ما وضحت الفكره حتى تتوضح فكره انه ماذا نعني بالكارير ريكومبينيشن. هنا يقول the energy released due to recombination، احنا نعرف اذا اضمحلت هذه الماينوريتي كاريرز المفروض راح تطلق فد انرجي، اكو راح تبعث فد انرجي. فيقول the energy released due to recombination can be either thermal، ممكن ان تكون بشكل حراري thereby heating up the semiconductor، وبهاي الحاله راح ترفع من درجه حراره السيميكوندكتور. thermal recombination on non radiative recombination one of the source of waste heat in the semiconductor. اذا كان الريكومبينيشن هذا الاضمحلال ينتج من عنده درجه حراره وما ينتج من عنده راديشن، ما ينتج من عنده فوتونات، فبذاك في هاي الحاله راح تكون هذا مصدر من مصادر خساره طاقه، راح يكون عندنا ويست هيت بالسيمي كوندكتر، راح يصير عندنا حراره بالسيمي كوندكتر، فبالتالي ممكن حتى يتضرر يعني ارتفاع درجه حراره السيمي كوندكتر ممكن يسبب ضرر للسيمي كوندكتر نفسه. فهي وحده من مصادر ضياع الطاقه طاقه الحراره بالسيمي كوندكتر هو الكومبينيشن اذا كان بشكل اشعاع حراره، او عنده شكل اخر اللي هو ريليز فوتونز راح يشع فوتونات. هنا بهاي الحاله راح يكون يستخدم هذه الاوبتيكال ريكومبينيشن يوزد الليد. اكو عندنا انواع من السيمي كوندكترات او السيمي كوندكتر ليزرز، اكو انواع من السيمي كوندكترات ممكن ان تستخدم لاجل اشعاع ضوء، فبالتالي هذه اللي الريكومبينيشن مالتها راح تكون بشكل فوتونات، فراح تستخدم انواع السيمي كوندكتر في صناعه الليدات اللي هو اللايت ايميتنج دايود اللي هو نوع من انواع الديودات المشع للضوء، واند سيمي كوندكتر ليزرز اللي هي السيمي كوندكترات ايضا اللي راح تدخل بصناعه الليزر. فالال اي دي هي لايت ايميتنج دايود، النوع من انواع الديودات ان شاء الله راح نتعرف عليها لاحقا. يقول الكارير لايف تايم كان فاري سيجنيفيكنتلي، ممكن ان تتغير بشكل كلش كبير كلش ملحوظ ديبيندينج اون ذا ماتيريال، تعتمد على الماتيريال نفسها والكونستراكشن اوف ذا سيمي كوندكتر والتركيب مالت السيمي كوندكتر. اعتمادا على تركيب السيمي كوندكتر الماده المصنع منها ممكن ان يختلف عندنا الكارير لايف تايم. بالنسبة للويست هيت اللي هو ضياع حرارة بالسيمي كوندكترز ممكن أن تعتبر يعني أمر ذو فائدة، لأن أكو فد نوع من أنواع الاستفادة من الحرارة المنبعثة من الديفايسز اللي هو فد مجال يسمى بالويست هيت. ممكن تقرون على هذا التطبيق أنه بعض الأحيان التطبيقات الحرارة تنبعث من ديفايس معين ممكن أن نستفاد من عندها في لتشغيل نفس الجهاز أو استفادة أخرى. فهذه بالنسبة للانبعاث الريكومبينيشن إذا كان الانبعاث من عندها ينتج عنا ثيرمال، فمو بالضرورة أن يكون هو فد أمر ضائع أو أمر سلبي، لا ممكن أن يستفاد من عندها استفادات أخرى. الكارير لايف تايم بلايز ان امبورتنت رول ان بايبولار ترانزستور اند سولار سيلز، الخلايا الخلايا الشمسيه والبايبولار ترانزستورز اللي هو بايبولار جانكشن ترانزستور، الكارير لايف تايم تعمل دور اساسي بيها وباثناء عملها. لازم احنا متعرفين على الكارير لايف تايم قبل لا ندخل بالترانزستور. خلينا نشوف شنو علاقتها بالترانزستور. انا خليت لكم هنا نبذه عن البايبولار جانكشن ترانزستور، وان شاء الله راح نتناولها بالتفصيل بالمحاضرات القادمه.
يقول bipolar junction transistor is a type of transistor. هو عبارة طبعا هذا المختصر مختصر البي جي تي, هذا المختصر يكتب بشكل بي جي تي هو bipolar junction transistor, عبارة عن type of transistor that is able يكون قادر to use electrons and electron holes as charge carrier. راح يستخدم الالكترونز والالكترون هولز as a car charge carrier كنواقل شحنة. والبي جي تي uses a single crystal of material, يستخدم يجيبون كريستالة وحدة من فد ماتيريال معينة in its circuit that is divided into two types of semiconductor. يجيبون كريستالة وحدة وراح تقسم إلى نوعين من أنواع السيميكوندكتر, نوع السيميكوندكتر اللي هو الN type ونوع الP type, بس ما راح تكون مقسمة إلى جزئين ولكن تكون مقسمة إلى ثلاث أجزاء. يقول these two types of doped semiconductor are spread over three different regions, راح تتألف من ثلاثة مناطق in respective order. تلاحظون إنه عندنا مادة السيميكوندكتر اللي هي اللي أخذناها الكريستال, أعيد رسمها, عندنا كريستال أخذناها وراح تشوب بمادتين بنوع مادتين, ولكن هاي المادتين راح نسوي ثلاث أقسام بداخل المادة. يعني عندنا جزئين راح نشوبهم بمادة البي تايب والجزء الوسطي يبقى N فراح يسمى PNP, أو بالعكس راح تشوب بشكل N على N على الأطراف وP بالوسط فراح تكون بشكل NPN. فإذا راح نشوبها بنوعين N تايب وP تايب, ولكن راح نقسمها إلى ثلاثة تقسيمات اللي هو PNP أو NPN. طبعا لهنا هذا الكلام مو حفظ, احنا نريد نمر بس انه ربطها مع الكارير لايف تايم لا اكثر ولا اقل. فيقول هنا الثلاث مناطق قسمناهم, يقول these two types spread over على three different regions, the emitter region والbase region والcollector region. راح يصير عندنا فد طرف نسميه emitter الباعث, وطرف collector اللي هو الجامع, وطرف البيس اللي هو القاعدة. اوكي, وايضا ذولا نفس الترتيب, ايضا emitter ببيس collector حسب هو NPN او PNP. يقول the emitter region and the collector region are quantitatively doped differently. نفس المادة, هذه مهمة المعلومة, هما نفس المادة ولكن مشوبة بتراكيز مختلفة. الإيميتر يشوب أعلى تركيزاً من الكولكتر, ولكن كتشويب اثنيناتهم بي تايب اثنيناتهم ان تايب, ولكن فقط اختلاف بنسبة التشويب ما بين الإيميتر والكولكتر. يقول but are of the same type of doping, نفس نوع الدوبينج ولكن فقط اختلاف بالنسبة التشويب, and share a base region, ويتشاركون فيما بينهم بهذه البيس ريجن, which is why the system is different from two diodes connected in series with each other. وكأنما system إنه نقدر نشوفه وكأنما هو diodes مكنكات in series بشكل توالي. راح نتعرف إن شاء الله بالدايودات بوقتها ونتعرف على على الترانزسترات بتفاصيلها بوقتها, بس هنا أنا حبيت فقط إنه نمر على عملية الدوبينج أثناء الترانزستر وراح نتناوله بالتفصيل لاحقا. يقول PNP transistors نفس الترتيب, ولكن راح يصير عندنا مادة PNP والNPN راح يصير عندنا راح تكون مادة NPN فقط. يعني اختلاف مثل ما أنا شرحت لكم إياه, يعني هذا الشرح كله مثلته بهذول الجرافيا, إنه عندي ثلاث أطراف اللي هي emitter collector وبيس. التشويب مالة الإيميتر والكولكتر لازم يكون من نفس المادة ولكن باختلاف التراكيز. الإيميتر يعتبر أعلى تراكيز من تشويب الكولكتر, والبيس بالوسط راح تكون مختلفة بالتشويب. آخر مصطلح لازم نتعرف عليه هو مصطلح الهول إفكت. طبعا الهول إفكت ما له علاقة بالفجوات, يعني ما له علاقة بالهولز, ولكن هذا اسم العالم اللي هو هول, اسم عالم يسمى بالهول إفكت, فيسمى تأثير هول لأن هو العالم اللي اكتشفه فسمي بتأثير هول. يقول فان الكتريك كارنت فلوز ثرو ا كوندكتر ان ا ماجنتيك فيلد. اذا عندنا كوندكتر موضوع في مجال مغناطيسي, يقول ذا ماجنتيك فيلد اكزيرت ا ترانسفيرد فورس on the movement charge carriers which tend to push them to one side of the conductor. يقول إذا عندنا مادة موصلة موضوعة في مجال مغناطيسي
وموضوع عليها وده يمر بها تيار كهربائي، هذا المواصل ده يمر بتيار كهربائي. يقول اكو فت قوة راح تجعل هذه الكاريرز، راح تجعل تشارج كاريرز تين تو بوش ذيم تو وان سايد، راح تجعل الكاريرز التشارج كاريرز انه تنبعث على الاطراف، الاطراف تنبعث على الاطراف، التشارج كارير راح تنبعث على الاطراف. يقول this is most evident in a thin flat conductor، عادة يكون واضح لما الكوندكتر مالتنا يكون thin، السمك مالته يكون رفيع ويكون flat، يكون منبسط، راح يبين تأثير الهول effect. يقول a building of charge at the side of the conductor will balance this magnetic influence. راح يكون حركة الشحنات، حركة الشحنات السالبة راح تتأثر بالماجنتيك فورس، أكو قوة المجال المغناطيسي راح تأثر على النيجاتيف تشارج، وقوة المجال الكهربائي راح تأثر على البوزيتيف تشارج. فبالتالي يقول راح يصير عندنا بالانس انه بين الاثنين، راح تتولد عندنا فولتيه ما بين السايدات، ما بين الطرفين، فولتيه تسمى بالفي اتش اللي هي الهول افكت، اللي هي فولتيه هول اللي اكتشفها العالم هول سنه 1879. طبعا هذه الفولتيه لها فد قياس، لها فد يعني لها فد قانون، انا ما مريت بالقانون، القانون يعتمد على الدنسيتي، يعتمد على بعض الفاكتورات، احنا لا مرينا على القانون، انا حابه ناخذ فقط المصطلح، ما مريت على تفاصيل القانون. حبيت ان نطلع بالنسبه لتعريف تاثير هول، حبيت ان نطلع على ذول الفقرات. طبعا احنا يقول واحدة من المقاييس انه نقدر نعرف المادة هي P type او N type هو الـ Hall effect، تأثير هول. يقول فإذا مادة N type semiconductor وصار عندنا تحرك بالفري كاريرز اللي هم نواقل الشحنات الأساسية اللي هم الإلكترونات، يقولوا حتى لو وكذلك الثانوية راح اثنيناتهم يعني اثنتهم كأنما يتواجدون على سطح واحد من أسطح هذا السيمي كوندكتر. بما أنه أنا الأنتايب الأغلبية راح تكون للإلكترونات، فالهولات راح تكون نيجليجبل. الأبر سيرفز هنا تلاحظون أنه هو عبارة عن بوزيتيف، وهنا فري إلكترونز موجود باللور سيرفز، باللور سيرفز اللي هو اللي يعني ال نواقل الشحنة الإلكترونات اللي موجودات بالوجه الأسفل من هذا من مادة السيمي كوندكتر، اللي طبعا فد مقصوص بفد شكل معين، هذا الشكل اللي موجود أمامنا وجارين علي التجربة. فيقول الفري إلكترونز هي راح يكون عددها الأكثر، فبالتالي هذه المادة راح يصنف على كونها هي مادة أنتايب. اما اذا كانت الماده بي تايب فنفس الترتيب، راح يكون هذا السيرفس الوجه من ماده السيمي كوندكتر راح يكون عباره عن هولات، اكثر شيء راح يكون هولات، هنا نيجاتيف تشارج على الوجه الثاني، وهنا عندنا الهولز هم الاكثر عددا، وراح تعطيني راح يعطيني بوزيتيف تشارج، فبالتالي راح نعرف انه هذه الماده هي عباره عن ماده بي تايب. اما هنا فكانت بوزيتيف بالالكترونات متجمعه على الطرف السفلي. فهذا بالنسبه لتاثير هول على السيمي كوندكتر، تطبيقاته لاجل فحص ماده السيمي كوندكتر هل يا ترى هي ماده ان تايب او ماده بي تايب. الشرح اللي مشروح هنا على الكوندكتر يعني تاثير الهول افكت بشكل عام شرحناه على الكوندكتر، واما تطبيقاته على السيمي كوندكتر لاجل معرفه ماده السيمي كوندكتر هل هي ان تايب أم هل هي بي تايب. نحن نكون أنهينا هذه المحاضرة بالجزء الأخير اللي هو الهول افكت. أتمنى لكم الموفقية.